مساكم الله بالخير. اليوم احنا متواجدين في استاد نادي الكويت لحضور مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الصين تايبي. طبعا منتخبنا الوطني بالمركز الثالث بأربع نقاط، ومنتخب الصين تايبي بالمركز الأخير متذيل المجموعة. شلون راح تكون تغطيتنا لهذه المباراة؟ هذا اللي راح نشوفه مع ضيفنا اليوم، بوزديف الصديفي. قواكم الله، خلكم معانا، لا تروحون بعيد. اليوم الكويت والصين تايبي، خليك من النتائج اللي قدمتها الصين تايبي ومتذيل المجموعة، يلعب بدون ضغوط منتخبنا الوطني، شنو راح يسوي اليوم؟ منتخبنا مطالب بالكثير، احنا متعودين على الأزرق، ما هو هين مهما يصير هذا الأزرق، هذا الكويتي. يلا حيوه، كل يحيي، فاحنا نتمنى الفوز واتوقع الفوز ان شاء الله 3-0 اقل شيء. اقل شيء 3-0 اقل شيء، غيرك توقعه 6-7. لا احنا ندش بالمنطق، منتخبنا عليه ضغوط وايد. توقعاتك نتيجة اليوم؟ ان شاء الله 5-0. 5-0 ان شاء الله. والصين؟ الصين ماكو شيء. هذا الأخير، هذا الأول، هذا الثالث، مباراة اليوم غير توقعاتي. توقعاتي حق الأزرق 3-0 إن شاء الله اليوم، ومتفائلين إحنا منتخبنا الوطني وإن شاء الله يقدم مستوى طيب. توقعات، عطني النتيجة. نتيجة 3-0 للمنتخب إن شاء الله. 3-0 للمنتخب، وإذا الصين حطوا الجول الأول؟ لا بإذن الله إن شاء الله المنتخب راح يحسمها بإذن الله. من الدقائق الأولى ولا شوط ثاني؟ لا بالدقائق إن شاء الله الأولى. من يحط الجول؟ بدر المطوع. كفو وغير، والثاني؟ والثاني راح يحط. أنت قلت لي 3-0، عطني الأقوال، الأول بدر، الثاني. واثنين يوسف ناصر. الثالث. اثنيناتهم يوسف ناصر. إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. توقعاتك مباراة اليوم، كم النتيجة؟ 1-0. حق الصين؟ لا حق الكويت. متفائل؟ وايد. ليش؟ الصين ايش فيهم؟ ها؟ ما فيهم شيء بس الكويت. الحاضرة في استاد نادي الكويت في هذا اليوم الخميس 14/11/2009 تقرب الى تسجيل هدف. هذه الكره الثالثه اللي مرت الان خطره على مرمى منتخب تايبي. بارك البناني، كره ملعوبه عرضيه على الراس، الله، جول لمنتخب الكويت الوطني. يوسف ناصر لعبها براسه، حط له كره بالجول. حلوه يوسف ناصر،
جول لصالح منتخب الكويت بلعبة جميلة من مبارك البناني لعبها. شوف 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 لعدن، شوف بدر مطوع، وشوف مبارك البناني ويوسف ناصر حطها براسه. جول أول، جول أول لصالح منتخب الكويت في الدقيقة 22. حط له كرة براسه الحقيقة جميلة يوسف ناصر. جول أول، جول أول، أتت الكرة الكويت 1-0. 1-0 الحمد لله. ولين نهاية كم راح يحطون؟ 4-0 إن شاء الله. لا 2-0. 4-0. أنا أقول 5. لا 4. 4. اللي يقول أكثر ولا شنو؟ يعني بس أخذ مني 4. يلا إن شاء الله، الله يسمع منك يا رب. تدري قبل شنو كانوا يسمونها؟ لا كانوا تايوان؟ مو نعم. الحين صاروا الصين تايبي. كيفهم؟ يبون يسمونه بالحالتين احنا فايزين. احنا الكويت. احنا الكويت فايزين. خالصين الكويت. ما عليه كلام. بس. زين لا الحين الكويت نقطة. 1-0 تو الناس ترى. 1-0. اي نتيجة ما تطمن. والله خو عورني بطني الصراحة. صدق ما تطمن صح؟ ها؟ 1-0؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله. 5. توقعاتك لنهاية المباراة كم النتيجة؟ 3-1. 3-1. 3-1. حق الكويت. اي الكويت اكيد. الشوط الأول 1-0 الكويت. اي نعم. عدل؟ اي نعم. انزين لنهاية الشوط الثاني كم النتيجة الإجمالية؟ 3-0 إن شاء الله. 3-0 الكويت، منو يحط الأقوال؟ فيصل زايد جولين. الأول من اللي حطه؟ الأول؟ ايه شو اسمه نسيته؟ منو؟ يوسف ناصر اللي حطه. يوسف ناصر ما تعرفه؟ أعرفه بس أنت ما شفت منو حط الجول. والجولين الباجين فيصل زايد. فيصل زايد إن شاء الله. كفو والله. توقعاتك نتيجة المباراة النهائية الشوط الثاني يصفر الحكم 90 دقيقة؟ 3-0. 3-0؟ ايه. حق منو؟ الكويت اكيد. الكويت؟ ايه. منو يحط الاقوال؟ بدر مطوع جول، فهد الانصاري جول. فهد الانصاري جولين، بدر مطوع جول؟ لا فهد الانصاري جول، بدر مطوع جول، واللي قبله يوسف ناصر حط الاول. ايه. عدل؟ عدل. الكويت متقدم 1-0 على الصين تايبي. اي نعم. انزين الصين الحين متدين المجموعة بنهاية المجموعة، والكويت بالمركز الثالث. صح. محتاجين 3 نقاط عشان نصعد الثاني. اي اكيد صح. عدل؟ استراليا بعاد شويه بس صح. ممكن نتوصل لهم، ما في شيء بعيد. اي صح. اذا انت فزت الحين 3 نقاط راح تتساوى طبعا مع الاردن. حلو. زين وبعدين عندك مباراه مع استراليا. ممتاز. ففي مجال ان شاء الله. ممكن. بس بالنسبه لمباراه اليوم مباراه يعني طبعا سهله حق المنتخب، يعني ما لحد الحين ما في ولا هجمه علينا. منتخب الصين جدا متواضع. بس اهم شيء ان شاء الله ناخذ 3 نقاط وان شاء الله الخير بقبال ان شاء الله. النتيجه النهائيه توقعاتك كم؟ اتوقع اليوم والله على مستوانا اليوم بشوي ترى بعد لك عليه، يعني اتوقع 2-0 3-0 بس بالكثير. يعني احسن لاعب قاعد يعدي بمنتخب الكويت منو حاليا؟ عندك مبارك الفنيني جناح يمين. حلو. حاليا يعني قاعد اشوفه هو افضل لاعب بالمباراه. فهد الانصاري. فهد الانصاري. بدر مطوع. لا فهد الانصاري اليوم باصاته تقريبا كلها غلط. مو من المود كلش. من المود اليوم. لا والله مو من المود. يمكن ما يبي يعور نفسه. المباراة شويه متواضعه نوعا ما. يمكن صح تقدر تقول المباراة جدا يعني جدا يعني جدا اتوقع سهله حق المنتخب يعني. اي نعم. فالنا الفوز ان شاء الله. ان شاء الله. ثاني الاهداف كره ملعوبه بدر مطوع لصالح منتخب الكويت. رضا هاني محاوله الان منتخب الكويت بدر مطوع لكن تغطيه دفاعيه ترجع مره ثانيه الانصاري على المرمى. الله 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 الله, 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 الله. هي جول بالزمان يا الانصاري. مباراة اليوم الكويت والصين تايبي، الصين بالمركز الاخير متذيل الترتيب والكويت بالمركز الثالث، اذا فزنا اليوم نصير ثواني. انزل انت الحين النتيجه 2-0 بس ما تطمن. والله شوف المركز الاخير طبعا مثل ما قلت المنتخب تايبي يعني منتخب ضعيف، وهذا طبعا مو مقدار يعني المنتخب مو طموحنا يعني بهالمباراة. عندنا الأفضل وإن شاء الله يعني نطلع حق المباراة الجاية مع المنتخب الأردني هو المنافس. يعني استراليا أنا يعني ضمان هو خذ مقعده يعني من الحين، بس عندنا احنا على 3 مقاعد المنتخب النيبالي ويا تايبي، وعندنا منتخبنا اللي هو راح ينافس يعني مع المنتخب الأردني الأقرب يعني على الكرسي الثاني على حسب البطاقة. اي نعم. وان شاء الله يعني احنا نتأمل مع المنتخب الأردني ان شاء الله نقدم مستوى. طبعا هذيل انا ما اعتبره يعني بس اداء حلو لحد الحين. في لاعبين يستحقون يمثلون المنتخب يعني في ظلم شويه نشوفه يعني. حلو. وان شاء الله يعني الله كريم. ما اعتقد يعني الفوز محسوم يعني المنتخب ان شاء الله. دام انك عطيتنا تحليلك حق هالمباراه وما شاء الله تبارك الرحمن تحليلك عجبني،
عطني تحليلك حق مباراة الأردن، الكويت والأردن. الأردن راح تكون صعبة قلت لك، هذا طبعا ثار احنا الأردن لازم تكون المباراة يعني مصيرية، ومنتخب الكويتي يبذل يعني أكبر أقصى جهد عشان المباراة هذه اللي مع الأردن. طبعا شارع رياضي مترقب مباراة الأردن يعني، وإحنا يعني أنا الكل يتساءل هني متى مباراة الأردن، لأن إيه الحماس، إيه الفيصل اللي راح، أيوة اللي راح توصلنا إن شاء الله إلى الدور القادم إن شاء الله. وأتمنى يعني منتخب الكويت يركز أكثر مع المنتخب الأردني يعني. عمي 2-0 نتيجة ما تطمن، ولو انها مرتاح انت يعني قول الثاني شوية ريح منتخبنا الوطني، لكن 2-0 يعني ممكن بأي لحظة يقولك لا، فريق سهل اللي قدامنا. اللي قدامك سهل؟ حيل سهل. مو انت خاف من السهل اللي ما عليه ضغوط؟ لا والله وايد سهل اصلا، المباراة انتهت اصلا، بس انتهت المباراة. انتهت. توقعاتك نهاية المباراة؟ 5-6. 5-6؟ تقريبا. 45 دقيقة بقى؟ 5-6؟ ما عنده شيء اللي قدامنا. والله ما تطمن. ما أطمن كلش. أداء المنتخب اللي قدامنا صين تايبي كنا مو ذاك الزود. والله لعبهم زين وفي تحسن هالمباراة. حلو. عن المباراة اللي طافت وقاعد يقدمون الأفضل. ممتاز. أداهم مو زين ولا إحنا فريقنا الأفضل؟ والله فريقنا متحسن وهم فريقهم متحسن، فراح يبين كل شيء بالشوط الثاني بإذن الله. والله رأيي بالمباراة الأمانة نتيجة إيجابية طبعا حق منتخب الكويت، وبالعكس إن في تطور بالمستوى عن المباريات اللي طافت. بالنهاية أنت حين 2-0 لما الحين الأوضاع تكون متوترة، يعني في احتمال إنه يبغون التعادل، بس نتمنى طبعا المنتخب يشد حيله ويتقدم بالنتيجة والفوز إن شاء الله حق المنتخب الكويتي. والله يعطيك العافية. ايش رايك بالجول؟ ايه حلو. لا ما شاء الله هذا احسن جول اليوم، انا قايل اليوم 7 مو اقل منه. بال انت الحين داير تصوير، وقف تصوير، خليك معاي، كافي كاميرا قدامك. كل واحد اصوره ويصورني. قاعد تصور المباراه. اي نعم. انا ابي حق الجول بس، ويا الجول ويا التصوير الحمد لله. حط الجول الثالث. الثالث الحين ما شفته والله الصراحه. ما شفته؟ اي لا هي قاعد تصور، لان انا جت الكاميرا قدامي قاعد اطالع ويا الجول. اي نعم. توقعاتك نتيجة المباراة النهائية اليوم ان شاء الله مو اقل من 7، يعني 7 يعني مثل النيبال، اقل شيء مثل النيبال. مثل النيبال اقل مثل شيء. 7-0. 7-0. 3-0 والحين باقي 34 دقيقة. تو الناس اذا ما لعبوا دفاع. اذا ما صكوا الدفاع 11-10 لاعبين. حلو. ان شاء الله نجيب 8 بعد مو 7. كفو. اي والله نجيب. كفو والله. شنو ليش ملعبنا واحنا اليوم قاعدين فري، ما في علم الا هني. يعني هذا مزعلني الصراحه. ليش انه بس علم واحد المدرج يصير؟ لا في اعلام هناك وفي اعلام الهلالي يعني. شوف العلم ما شاء الله ايش كبره هناك حاطينه. لا انا بقصد الجمهور مش عارف. الاعلام بيد الجماهير يعني. اي يعني هذا على الاقل واحد بلاش يوزع اعلام. هو الكويت بالقلب طال عمرك. كل واحد بالقلب. بس احنا نبي نبين حق هذول ان احنا عندنا اعلام. طبعا كافي. حضور الجماهير يحضوركم انتم دعم. الحمد لله. الحمد لله. طول عمرك. عدل؟ لا بعد في بعد فيهم الكويت. ها فيهم اكثر ان شاء الله. كم تتوقع النتيجه النهائيه؟ 5 اتوقع ان شاء الله. 5؟ ايه ان شاء الله يا رب. الله يسمع منك. ها عمي قل لي 3-0 النتيجه النهائيه كم؟ 4 باذن الله. لا اكثر، انا اقول فوق الخمسه. فوق الخمسه. فوق الخمسه. ايه. كم تتوقع؟ 10-1. منو افضل لاعب قاعد يؤدي بالملعب منتخبنا الوطني؟ بدر مطوع. ايه. الجول الثاني من اللي حطه؟ ناس و... الأنصاري الظاهر. إيه. والأول يوسف ناصر. إيه. أنت بالملعب ولا وين؟ إيه بالملعب قاعد مركز والله. حلو. شو اسمك؟ فيصل بنوان. والنعم فيصل، شو أخبارك؟ زين. فيصل مستأنس اليوم جيتك. ها 3-0 منتخبنا. إيه. عدل. حلو. إنزين كم تتوقع النتيجة النهائية حق المباراة؟ 5-0 الكويت. 5-0 الكويت. كفو والله. الله يسمع منك. ان شاء الله. من يحط الجول الثالث الرابع والخامس؟ الثلاثه شفناهم. ما ادري منو. ما ادري من توقع منو اللي يحط الجول الجاي؟
بدر، فيصل، خالد، منو؟ فيصل زايد الرابع. فيصل زايد حلو، هذا الرابع. الخامس منو؟ بدر مطوع. منو؟ بدر مطوع. بدر مطوع عدل، لأنه ما حط جول اليوم. إن شاء الله. يمكن يحط جولين بعد، مو جول. إن شاء الله. سامي الصانع من غلف الأمام إلى بدر مطوع، حلوة بالجول، الله! الكبير بدر مطوع، وهدف كبير، هدف كبير، لاعب منتخب الكويت الوطني بدر مطوع، هدف كبير من لاعب كبير، جول لصالح منتخب الكويت، جول لصالح منتخب الكويت، أربعة، هدف رابع، هدف رابع. شوف 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 بدر مطوع، شوف الكبير، شوف الكبير، وهدف كبير لصالح منتخب الكويت، أربعة منتخب الكويت لا شيء، منتخب سين تايبي. ما شاء الله بدر كل ماله أكبر ويزيد لعبه، ما شاء الله تبارك الرحمن، هدف يدرس. اي والله الله يعطيه العافية، ما له حل بدر، ما شاء الله تبارك، ما شاء الله عليه. انزين، توقعاتك النتيجة النهائية حق مباراة اليوم شنو؟ والله ان شاء الله باقي وقت، فيها ستة ان شاء الله، فيها ستة ان شاء الله باذن الله، ستة سبعة. الخوف كله ان شاء الله مباراتنا مع الاردن ان شاء الله. ايه باذن الله. والله ان شاء الله معنا تخوف، بس ان شاء الله ان شاء الله قادرين، الرياجين اللي بالملعب باذن الله قادرين ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. شلون اداء منتخبنا اليوم في المباراة؟ عطني اداء منتخب. اداء المنتخب اسطوري، من بعد بس اللي شو اسمه اللي وقفنا الايقاف، الايقاف بس بعد الايقاف الحين ما شاء الله الريايل مفجرين بالملعب، بس ناطرين ان شاء الله استراليا يتعادل مع الاردن، طبعا نقول ان شاء الله احنا ونفوز على الاردن ان شاء الله نتصدر، ليش لا، يفرحون الجمهور هذا اللي حاضر كله. بالعكس بالعكس، احنا المحك مباراه الاردن، هي هذه اللي تخرع، بس ان شاء الله هي الحاسمه باذن الله، بوجود الرياجيل اللي بالملعب ان شاء الله ناخذين الاول. حبيبي، مباراتنا اليوم ممتعة أكيد، منتخبنا اليوم مبدع، هذا المنتخب حلو. عطني رأيك بأداء اللاعبين، ما شاء الله ما شاء الله، اليوم كل لاعب فيهم أدي، بدران مستوى الله يديم هذا المستوى إن شاء الله. مباراتنا الجاية هي المهمة، هذه مباراة سهلة مع تايوان، إنما مباراة الأردن هي المباراة المهمة، يا رب يظلون على هذا المستوى إن شاء الله قدامهم، إن شاء الله الله يسهل الأمور إن شاء الله. نتيجة ممتعة اليوم حق منتخبنا الوطني جدا، أتمنى التوفيق لمنتخب الكويت إن شاء الله بتصفيات كأس العالم ومجموعته السهلة، بغض النظر عن أستراليا اللي طقينا منها 3-0، وإن شاء الله نعوضها بأرض أستراليا، وهذا جول إن شاء الله. فيصل زايد، الله 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 الله، وجه خير عليكم إن شاء الله إن شاء الله، الله يجزاك خير. النتيجة النهائية كم؟ الحين ستة، وصلنا ستة، نص درزن، نص درزن، وإن شاء الله نكمل على درزن لأنه باقي نص ساعة، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قد ما نقدر نحط أقوال عشان نقدر نتأهل لكأس العالم أفضل ثاني أو الأول إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، يعني الأول مو بعيد. الأول مو بعيد إن شاء الله. طول لي عمرك. أستراليا وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أن نفوز عليه. منتخب الكويت اليوم أداء سيء، فايز 6-0 لغاية الحين. لا زين للحين، عاجبني المستوى. أداءهم زين؟ زين شوية. صدق؟ إيه. زين. منو أفضل لاعب اليوم شفته برضية الملعب؟ بدر مطوع. بدر مطوع كان الأفضل. زين إيه. حلو، توقعاتك مباراتنا مع الأردن كم راح تكون النتيجة؟ إن شاء الله 2-0. 2-0 حق الكويت. إيه. شو رايك باداء منتخبنا الوطني اليوم 6-0؟ مونسينا اليوم والله مونسينا، صح صح، وانا توني قاعد اقول حق اخواني في شباب الله يعطيهم العافيه الجماعه ما قصروا، بس في شباب الخالدي هذا ما شاء الله له مستقبل عندك، كذلك الزنكوي احمد ما شاء الله، وانت تحاول تجدد في الشباب اكيد، جدد دماء الفريق. ايوه دماء الفريق شلون، وبعدين الشباب لياقه لسه بعدهم وحلوين، عدل تعطي فرصه حق الشباب. ايوه ايوه. انزين، توقعاتك مباراتنا مع الاردن الجايه شلون راح تكون النتيجه؟
والله احنا نقول ان شاء الله باذن الله، ولكن فريق الاردني هم شويه في مو سهل مو سهل. اي نعم اي نعم. عمي انت شو تقول؟ مثل نفسه. شو اقول بعد؟ شو اقول عن شنو؟ الله ان شاء الله نغلبهم. كم النتيجه؟ الله اعلم. ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله نامر ودنا 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 ان شاء الله على بعد هالايقاف هذا، وبعد هذا ان ما شاء الله الشباب خلاص يطلعون وان شاء الله الى الامام يا كويت. هذا الجول، هذا الجول الانصاري بريشي ولا الانصاري، هذا الجول. معلش الفاول الجاي حلو، بس حلوه حلوه حلوه. اي نعم. منتخبنا اليوم مبدع، منتخبنا اليوم اداء ونتيجه وحضور ولاعبين يعني ممتاز اليوم. نعم. الى ابعد حدود. نعم. طبعا احنا بالمركز الثالث اليوم، مع الفوز هذا نرتقي الى المركز الثاني. نعم. الصين تايبي نوعا ما فريق متواضع وبالمرتبه الاخيره. نعم. مباراتنا الجايه مع الاردن هذه الصعبه، هني المحك. نعم. يعني نقدر نقول ان هذه مباراه تجريبيه حق مباراتنا الكبيره. نعم. اللي هي مع الاردن. نعم. توقعاتك مع المباراه الجايه؟ انا في البدايه اشكر الجماهير الوفيه اللي حضرت، ونقول حق لاعبينا مشكورين وما قصرتوا ويعطيكم العافيه، وكفيتوا وفيتوا واداء ونتيجه. ان شاء الله الثلاث نقط اللي راح تلعبون فيها الاسبوع الجاي مع فريق النيبالي في بوتان نبيها. ثلاث نقط اليوم، ثلاث نقط الاسبوع الجاي توصلك ان شاء الله النهائي، التصفيات النهائيه. بالنسبه حق لعبه منتخب الاردن، نحترم المنتخب الاردني، فريق كبير وفريق ياما عنده انجازات، ونشوفه كذا بطوله في بطولات اسيا وصل لدور الاربعه، فريق مو سهل وعنده لاعبين محترفين برا. لعبتنا وياهم في شهر 3، الحين احنا نفكر بلعبه نيبال، بعد اسبوعين نفكر بكاس الخليج. نقول حق لاعبينا نبي منكم كاس الخليج، احنا زعيم الخليج، نبي البطوله رقم 11، بطوله كاس الخليج هذه ان شاء الله ناخذها وتعتبر محك حق لعبه الاردن واستراليا، ولاعبين رجال وان شاء الله قد المسؤوليه ان شاء الله. طبعا احنا فرحنا في كاس الخليج بانضمام اشقائنا الخليجيين في هذا. الله ما يمديك ما يمديك. الفوز الفوز الحقيقي بكاس الخليج مثل ما تفضلت، رجعت السعوديه ورجعت البحرين ورجعت الامارات، هذا اللي تمناه. يا شباب يا شباب يا شباب هذا خلصنا منه يا ويلك يا ريال، هذا خلصنا منه قالوا له باي باي. ايوه هذا خلصنا منه يا ويلك يا ريال، هذا خلصنا منه قالوا له باي باي. ايوه قولوا له باي باي يلا، ايوه قولوا له باي باي يلا، ايوه واحده واحده. اي والله مستمتعين، والله يعطيهم العافيه لعيبه المنتخب، اداء جميل ونتمنى المزيد. اكثر من 8 كم تبي؟ نبي المزيد في الايام الجايه ان شاء الله في المباريات بتقدم وازدهار للايام القادمه باذن الله. انزين مباراتنا مع الاردن، توقعاتك حق النتيجه؟ توقعاتي فوز المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله النتيجه كم؟ بس طبعا مو 8. لا مو 8، اتوقع 2 أو 3. 2 أو 3 باذن الله. حق الاردن؟ حق المنتخب ان شاء الله. حق منتخب الاردن وان شاء الله بدران بيسجلها. كفو. ايش رايك باداء منتخبنا اليوم؟ عالي العال، الله يبيض وجيههم، ما قصروا صراحه. تتوقع نفس الاداء والنتيجه هذه راح تشوفها مع منتخب الاردن؟ لا طب منتخب الاردن منتخب الامانه يحترم صراحه، من غير قصور في المنتخب اللي برناه اليوم. طبعا الاردن افضل من الصين امكانيات ولعيبه وكل شيء، لكن نتوقع ان شاء الله فوز منتخبنا باذن الواحد الاحد ان شاء الله. باذن الله. مشكور. ما قصر. ما قلت مو بنفس النتيجه هذه. مو بنفس النتيجه. توقع 2-0 3 2-0 2-1 3-2 يعني في حلو. في تقارب بالمستوى بين المنتخبين؟ أكيد. اكيد نعم نعم. لعب لاعبين يعني وش اقول لك، بدعوا اليوم صراحه، وان شاء الله الاردن واللي بعده واللي بعده باذن الله.
وبكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا للنهايه، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم في برنامجنا الاسبوع القادم. لكم مني اجمل تحيه ومع السلامه.